هبتدي بالمكرونه بالتورتيلا المحمصه. هستعمل 200 جرام مكرونه مسلوقه، يعني نص كيس تقريبا مكرونه، ما تبقاش سباجيتي، تبقى حاجه مدوره. انا مستعمله دلوقتي هنا القواقع. هستعمل نص علبه فاصوليا حمراء ونص علبه ذره، حبايه فلفل احمر مكعبات، حبايه فلفل اخضر مكعبات، بصلايه صغيره مكعبات، نص كوبايه جبنه تشيدر مبشوره او جبنه رومي حسب المزازه اللي انت بتحبيها، معلقتين كزبره خضراء. وهستعمل كوبايه من رقائق التورتيلا اللي هو عيش التورتيلا، بحمصه او بقليه في الزيت، هو في الزيت بيبقى مقلي طبعا طعمه احلى، بس احنا ممكن نحمصه في الفرن، تدهنيه زيت او ترشيه زيت وتحمريه في الفرن. الصوص بتاعي معلقتين باربيكيو صوص، 3 معالق مايونيز، علبه زبادي، معلقه عسل صغيره، ومعلقتين عصير ليمون او عصير ليمونتين صغيرين. يبقى 200 جرام مكرونه مسلوقه، نص علبه فاصوليا حمراء. الالياف الفاصوليا الحمراء بتساعدني في ان انا احتفظ بالميه في جسمي، فدي من الحاجات الحلوه ان انا اكلها على السحور، بتشبع وبتخلينيش افقد ميه، فعشان كده انا بقول السلطه دي بتبقى حلوه على السحور. ممكن تشيل المايونيز خالص وتعمليها ببقيه الصوص. نص علبه ذره، فلفل احمر حبايه مكعبات، وحبايه فلفل اخضر مكعبات، بصلايه صغيره مكعبات، نص كوب جبنه شيدر مبشوره، معلقتين كزبره خضراء، وكوبايه رقائق تورتيلا مقليه. الصوص بتاعي معلقتين باربيكيو صوص، 3 معالق مايونيز، علبه زبادي، معلقه عسل صغيره،